السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سعيد. اليوم حشرح بروبلم 24 شابتر 11. السؤال طالب التيار اللي يعبر في هذه الدائرة عشان أقدر أجيب المتطلبات الثانية، فقسمت الفولت على الـ R1 عشان يعطيني التيار اللي يعدي في هذه الدائرة، فقسمت العشرة على الواحد كيلو أعطانا 10 مليمتر. فالمتطلبات هي إنه أجيب الـ RMS، وجبتها عن طريق القانون، قسمت 10 مليمتر على الجذر 2 وأعطانا الناتج بالأرمس، ثم ضربنا 10 مليمتر ضرب 2 على باي وأعطانا إياها بالأفريج، والبيك أعطانا إياها نفس النتيجة اللي جبناها هنا، والآي بيك ضربناها في 2، عفوا اي بيك تو بيك ضربناها في 2 واعطانا اياها بالاي بيك تو بيك، ثم طلب بالات عفوا طلب مكتوب هنا اي ات ذا بوزيتيف بيك، يعني يبغاها بالبوزيتيف، فجبناها نفس القانون لانه هي اصلا بالبوزيتيف، ولذلك هذا هو الحل وهذه هي الرسمة للتوضيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.